قال مجلس شباب الثورة السلمية إن السياسة الاقتصادية للسلطة الانتقالية أثبتت عجزها عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار، وأن البلد اليوم تتكبد خسائر فادحة جراء تخريب الممنهج الذي لا يستهدف فقط تعكير حياة المواطنين بل يستهدف وجود وبقاء الدولة نفسها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم بصنعاء لإعلان موقفه من سياسات الحكومة الاقتصادية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية. أنباء عن رفع الدعم تولد أزمة للمشتقات النفطية تلوح بوادرها في الشارع، ونفي حكومي لا يزيل المخاوف، لتتوالد ردود فعل جديدة بدأها اليوم مجلس شباب الثورة السلمية بإعلان موقفه من سياسات الحكومة الاقتصادية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية. إن السياسة الاقتصادية للسلطة الانتقالية أثبتت فشلها وعجزها عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار، وتتكبد البلد اليوم خسائر فادحة جراء التخريب الممنهج الذي لا يستهدف فقط تعكير حياة المواطنين ولكن يستهدف وجود وبقاء الدولة نفسها. نحن نقول بدءا ندفع المواطن ان سياسة التغيير الشباب في مؤتمرهم الصحفي ذكروا العديد من الحلول التي يمكن أن تعتمد عليها الحكومة لرفع الموازنة العامة دون المساس بالمواطن. هناك كثير من البدائل التي نتحدث عنها، يكفي أن أقول لك أنك تغلق حنفية الفساد سيوفر لخزينة الدولة مليارات الدولارات. نحن نتحدث عن فساد بحجم فساد بقيمة 3,600,000,000,000 ريال. نحن نتحدث عن نهب أو عن احتلال لموارد سيادية للبلد مثل الجمارك والضرائب مثل البترول والغاز. نحن نتحدث عن جرائم حقيقية لهذا البلد، وبالتالي بمجرد أن تتخذ إجراءات واضحة وصريحة في هذا الإطار سيتوفر لديك مليارات الريالات والدولارات. الإسراف في الإنفاق وزيادة السفريات، يقول الشباب أن الحكومة تتعامل من خلالها وكأنها من الدول الغنية، لذا طالبوا الحكومة في بيانهم بتبني سياسة تقشف حقيقية لا أن تحمل المواطن تبعات فشل سياساتها الاقتصادية. محمود الحميدي، حصاد السعيدة.